تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تم تدشين مركز تنمية العمل التطوعي، وذلك لرصد فرص التطوع والمساحات المتاحة لاستثمار إمكانيات المتطوعين الراغبين في الإسهام في العمل الاجتماعي والاقتصادي بشكل منظم، بالإضافة إلى سد الفجوة بين فرص التطوع ورغبات المتطوعين. قيمة العمل تكمن في إتقانه أو في خير يسدى دون مقابل، هو معيار يرتبط بمعايير تطور المجتمعات ومدى تفاعلها. ومن هذا المنطلق يأتي تدشين مركز تنمية العمل التطوعي ليؤكد على ضرورة التمسك بالعمل التطوعي لكونه يسهم في تنمية المجتمعات العربية على وجه العموم وتحفيز أفرادها على الإبداع ورفع قدراتهم من باب الخصوص. هذا المركز الحقيقة يعني شارك في تأسيسه مجموعة من الشباب المتطوعين ومجموعة من الجمعيات التطوعية بمباركة حكومية ودعم حكومي، راح ينقل نقلة نوعية للعمل التطوعي ويساعد على تطويره وتنظيمه بطريقة تكون تخدم المجتمع. قاعدة معلومات ستكون للمتطوعين وقاعدة معلومات لمجالات وفرص التطوع وفرص التدريب وعمل موائمة بين رغبات المتطوعين وبين الفرص التطوعية المتوفرة. عمل شبابي تطوعي منظم جدا سوف يسهم بزيادة فعالية وتأثير العمل التطوعي في التنمية في مملكة البحرين. المركز يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين كمظلة رسمية شاملة لتقديم خدمات تطوعية للمجتمع بشكل منظم وميسر وبكفاءة عالية، حيث يقوم عمل المركز على التوفيق والتنسيق بين الاحتياجات لتوفير خدمات مجانية وبين رغبة المتطوعين من أفراد المجتمع لتقديم خدمات للمجتمع في حدود إمكانياتهم. معرض للمشاريع التطوعية شاركت فيه بعض الجهات، الوزارات الحكومية، الجهات الحكومية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. كل جهة شاركت معنا تقدم مشاريعها التطوعية اللي تشكل فرص تطوع للشباب، فرص تطوع للمتطوعين بكل أعمارهم. يعمل المركز على نشر ثقافة رصد فرص التطوع وإدارتها وتنظيمها وتقييمها، وعلى فتح هذه الفرص أمام المتطوعين لاستثمارها. كما يوفر المركز خدمة تدريب للمتطوعين بما يكفل تحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء المتطوعين ومساعدتهم على رفع مستوى كفاءتهم وأدائهم. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.